بتعرفي تطبخي بقى انت انا كمان؟ بطبخ اه، بس بطبخ للناس اللي بحبها بس يعني، لا لبيتك. يعني لما اكون فاضية يعني، نادرا لما اكون فاضية ولما اه يكون في يعني حد. اثناء الشغل ده انت لا بقى اثناء بيجيلي حد الشغل انا يساعدك. مطحونة بقى يعني. لما الناس اللي بتحبيهم دول باباكي مامتك ابنك، بابايا ربنا يرحمه من فترة، عارفة؟ ومامتي طبعا، وابني واصدقائي المقربين. انا معيش اخواتي يا سهير انت عارفة. طب نورا، مين اصدقائك المقربين من وسط فن؟ من الوسط اغلب اصدقائي هم الناس اللي انا بتربطني بيهم علاقة فيها تشابه في الشخصية ما بيننا. يعني محظوظة طبعا انه صديقتي الحبيبة حنان مطاوع، نعرف بعض اه من طبعا زمان واشتغلنا مع بعض اكتر الناس من عدد، عليها حنان الجميلة وهي ست سوية جدا، وجميلة هي ست جميلة ومعطاءة. اصلا من اه الاول، و مثقفة واصيلة وبنت ناس، ده حقيقي، كل الصفات الحلوة. ده حقيقي. والفنانة الجميلة نشوى مصطفى، احنا من اه زمان طبعا جدا اشتغلنا سكر، مع بعض كتير، وهي هما حبيبة قلبي الاتنين برج وعارفة. الحوت، والله نشوى ده انت وحنان الاتنين برج ما شاء الحوت. الله حافظة كل اه الأبراج طبعا، بتاعت كل الناس، واللي دايما لا بيعملوا لي بحبهم بيرنج. بس. اه وانا بحبهم طبعا. دايما يعملوا بيرنج بيني وبينها هبة مجدي، وهي صديقتي وجميلة. هبة كمان جميلة، أنت اه مختارة الثلاثة بنفس النقاء والجمال. وسهر الصايغ، بس هي أصغر مني وسهر طبعا. الصاغ نفس القصة. سهر اه دي كانت بقى بنتنا. لا كده فلا طب رائع انا لو رائع. سالتك النهارده، انت بعد كل السنين دي العالم التمثيل والميديا اتغير اه طبعا عن لما طبعا كنت تقفي قدام نور الشريف طبعا، والله يرحمه؟ الله اتغير يرحمه. في ايه؟ اوكي، اول حاجة انه في حاجة انت قلتيها في البداية مفيدة، انه المسلسلين دول سوق العصر والحاج متولي اخدوا اتنشن كبير قوي مش حاصل للمسلسلات دلوقتي. وبيتكرر وكل الناس بتشوفك، فبحس بالظبط، انك موجوده ال 24 وكل ساعه. الناس بتقعد تسالني هو احنا ما بقيناش نشوفك ليه؟ طب اه انا اوريدي عندي شغل كل سنه، بس الفكره انه التلفزيون نفسه از ميديوم كوسيله ما بقاش عليه اقبال زي الاول. إن الوسط اتغير والناس استقبالها اتغير، وخلاص بقى في حاجه ليها مصداقيه عندهم، وفي حاجة أقرب ليهم من التلفزيون. وبقى كل حاجة خلاص بتتجاب على الموبايل، ما بقاش فيه فكرة القدسية بتاعت إنه الناس تتلم عشان تتفرج على مسلسل. هو فكرة قدسية إنه يوم الجمعة هنروح السينما، يعني كان بالنسبة لي خروجة السينما دي حاجة عظيمة اه جدا يعني، ومسلسل وطقس اللي بيكسر الدنيا ابقى وطقوس متابعاه. بتاعت اه زمان اه دي كانت حلوه جدا، كانت جميلة جدا. وفيها رضا وفيها قناعه وفيها بالظبط احساس بالحياه. بالظبط، دلوقتي مفيش احساس بالحياه، كله كله سريع ولا سريع. اه ولا مفيش انك حاجة تتابعي بتسمع، حاجه وتحبيها وتفضلي متابعاها، ده حتى في المشاعر انت مفيش حاجة بتعرفي تستشعريها كله للآخر. سكرول سكرول والجيل سكرول الجديد كمان نفس الشيء، مفيش حاجة يعني، انت لو شفتي بوست زعلك هتزعلي قبل ما تكملي الزعل، هيكون جه بوست ايوه خلاص. ضحكك هتضحكي قبل ما تكملي الضحكة، هتلاقي فيه تتصدمي في حاجة حصلت حزن صدمتك. لا هو ايقاع الحياة. ما بناخدش وقتنا ولا نحزن ولا نفرح ولا بالظبط. نرضى ولا نستمتع طب ولا اي حاجة. سؤال تاني، سر نجاح متولي وهل نور الشريف والكاست اللي كان موجود، بالتأكيد ولا ونزوله في رمضان؟ يعني سر نجاح التوليفة دي كده، سر نجاح التوليفة دي ان هي كانت فردية مش موجودة، بتبين انه معمولة بخفة دم وبشكل شوية الكتابة فانتازيا. حلوة والإخراج الكتابة حلو حلوة، والتمثيل كتابة حلوة رائع. طبعا، الأستاذ مصطفى محرم، اه طبعا وكمان الله يرحمه، الإضافات اللي عملوها الفنانين كانت كبيرة. الأستاذ نور الشريف أضاف، وماجدة والشخصية زكي وجملة، وأستاذة كانت ماجدة زكي عبقرية. طبعا كانت عبقرية وخلتنا نحب الدور، وكان كانت برضو التسكين بتاع التمثيل اه كان غادة رائع. عبد الرازق وسمية الخشاب و كانت اه أستاذتنا الكبيرة أنعام محمد علي كانت دايما تقول إنه نص نجاح أي عمل فني هو التسكين والكاستنج الصح. اه اختيار الشخص المناسب وانا في خدت المكان منها المناسب. الحته دي يعني، انا بيقال عني يعني في وسط الفريق بتاعي انه انا شاطره في التسكين، انا بختار الولاد الصح في مكانهم الصح، واحيانا بتكون اختيارات غريبه والناس يستغربوها، وبعدين بعد شهر يقولوا لي لا مس نوران كان عندك حق. طب من الحاجات برافو اللي عليك. احنا دهشت الناس شويه او استعجبوا شويه، فكره ليكي صوره مع حنان ترك، اه بتمسي على حنان الجميله، يا رب تكوني بخير يا حنان وتكوني سعيده. الحمد لله. دي الصورة دي انت قلت ان انت كنت في امريكا وانت بتدرسي في امريكا؟ انا بصدد اني يعني باخد خطوات دلوقتي ان انا اعمل فرع للاكاديمي بتاعتي هناك، وبصدد اني ابداها خلال سنتين او سنه ونص من دلوقتي. والحقيقه خدت خطوات في الموضوع ده، وهو
هناك يعني الحمد لله يعني الناس متقبلة الفكرة وحباها جدا. انت قابلتي حنان ازاي هناك؟ والله انا انا كنت هناك في العيد في العيد الكبير، وكنت عايزة اروح اصلي الجمعة في الاسبوع اللي قبله زي اي حد يعني، فبدور على مكان اصلي فيه الجمعة، فاصحابي اللي هناك قالوا لي ده في جامع بتصلي فيه الاستاذة حنان ترك. قلت لهم طيب انا عايزة اروح اشوفها، انا واحدة من جمهورها ومن معجبيها يعني. فرحت صليت الجمعة، وانا خارجة اتقابلت انا وهي، وهي كانت يعني شديدة اللطف والعزوبة، واخدتني واستضافتني عندها في البيت بقيت اليوم، وعزمتني واتعاملت معايا لان احنا اصحاب ونعرف بعض من سنين يعني. هي جميله، هي ودوده جدا. جدا هي شخص ودود، وعرفتني على الاولاد الصغنطتين البنات. وبعدها رحنا بقى صلينا العيد في الاسبوع اللي بعده مع بعض، وافطار العيد يعني الناس ربطت الصوره دي بفكره ان انت عايزه تلبسي الحجاب. انا دي مش سر يعني، هو لا يعرف على احد، انا قايله من زمان. انت قايله من زمانك عايزه من ضمن الحاجات اللي انا عايزه اعملها، بس يعني كل حاجه بتيجي بوقتها يعني. ايه اللي مؤخرك؟ اوكي، عندي بعض القناعات ما اقدرش اجزم هي حقيقيه ولا لا، ولكن هي قناعاتي انه مش يعني مش هي حته الشعر دي اللي هتوقف علاقتي بربنا، ولكنها قد تكون خطوه للتقرب، ولما اكون جاهزه اني اخد الخطوه دي هعملها، زيها زي صلاه السنه بعملها احيانا لما اكون قادره، وبعملها احيانا لما اكون عايزه. هي الجمله الحلوه او الكلمه الحلوه اللي انت قلتيها، فكره انا جاهزه، انا جاهزه، انا مقتنعه، انا مش بس مش عشان ده الشكل اللي الناس بالضبط ممكن ترضى عنه، مش عشان اي اسباب اخرى غير ان انا جاهزه، وان انا عندي قناعه وعندي يقين ان انا اللي هعمله ده هو الافضل بالنسبه لي. بالظبط. انا بطلت بقى لي فتره كبيره يا سهير، بطلت ان انا افكر الناس عايزه تشوفني ازاي او الناس عايزه مني ايه، لاني اكتشفت على راي برضو صاحبتي وحبيبتي الجميله بشرى، عندها جمله رائعه انه الدنيا بشرى جميله بالله مبروك الجواز. طبعا الف مبروك. بشرى عندها كلمة بديعة انه الدنيا فيلم كرتون كبير. ده حقيقي والله فعلا فيلم كرتون كبير. فخلاص انا فعلا، وزي ما انت كنت بتقولي وانتوا كنت بتقولوا قبل ما انا اجي، انه الناس بقوا جادجمنتال جدا في لسه يعني كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده، وناس تخش وبتاع ده، حتى واحنا بنتكلم دلوقتي على الهوا تلاقي الناس تقول لك ايه، برضو انتوا عشان مشاهير فانتوا من حقكم، فمن حق يعني لازم تستحملوا التدخل. ويعني كانه اتسمست. انا ممكن يعني لدرجه قد ايه انت كست مشهوره تقدري تستحملي هذا التدخل في حياتك؟ ما بستحملهوش خالص ولا اقبله على الاطلاق، ومش من حق اي حد خالص ان هو يتدخل، ولا حتى لو كان شغلتك انك بتقولي انك ست مشهوره اطلاقا. ايه المشكله؟ انت ليك الحق ان انت تنتقد عمل فني